24. بعد شوية يكون حاضر معنا دكتور أحمد الرجب عميد البياطرة التونسيين باش نحكيو معاها على الحملة اليوم وين وصلت، شنية الإجراءات اللي لازمنا نتخذوها حتى أنه نحدوا من المشكل هذايا. كما قلت لكم رقم التليفون 31 328 330. نعرف ظاهرة الكلاب السائبة والقطط السائبة فيها مشاكل كبيرة خاصة في الحوم متاع المدن الكبرى، معناتها اليوم ما عادش نفرقوا ما بين منطقة ريفية ولا منطقة حضرية، ولاو الكلاب السائبة باختو اليوم في البلاد. مرحبا بكم، وصلوا صوتكم، قولونا انتم وين تسكنوا وشنية الوضعية اللي موجودة اللي عندكم. قبل ما نمشيو للموضوع الاولاني اليوم في الحصة، حبيت ريكلاماسيون اليوم لسوناد متاع صفاقس. اتصلوا بنا مواطنين يسكنوا في طريق سكرة كيلومتر 3 تحديدا في إقامة روضة، يقول لي الماء معناتها راهو مغطي الكياس، معناتها اليوم الماء عامل حالة في الكياسات البرا. فويت يقول لي تابع السوناد راهو مش تابع المواطنين، يعني البرا من العمارة عملوا برشا نداءات للسوناد لكن السوناد ما جاتش. الو سوناد، سوناد صفاقس الجنوبية نورمالمون، ها كي نحكيو على طريق سكرة كيلومتر 3، راهو فما ما مغطي الكيسات في طريق سكرة كيلومتر 3 في إقامة روضة تحديدا. سكرة متاع صفاقس مش متاع تونس، معناتها نحكيو على صفاقس، سوناد صفاقس في إقامة روضة كيلومتر 3. بربي يمشيو شوفوا الفويت هذايا راهو عامل مشكلة كبيرة للمواطنين في ظل انه اليوم عندنا مشاكل متاع ماء في البلاد. نحكيو على الكتاب المدرسي، نحكيو على معمل الحلفاء بالقصرين. حكينا على برشا صعوبات قبل، كانوا حاضرين معانا عدد كبير من الضيوف، تحدثنا معاهم في الصعوبات اللي واجهها المعمل هذاك. الخبر المزيان اللي جينا في وسط هذا الكل اليوم انه رغم الظروف هذه الكل المعمل ينجح في توفير الورق للكتاب المدرسي. نحكيو في التفاصيل توت سويت. فيسبوك ضيفتنا في المباشر رئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين سيدة سامية البريكي. مرحبا بك، صباح النور، أهلا وسهلا. مرحبا، صباح النور، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ديوان فم. شكرا جزيلا. في ظل الصعوبات اللي سمعنا عليها والمشاكل اللي سمعنا عليها في معمل العجين الحلفاء والورق بالقصرين، قلنا سيدي المعمل معناتها اليوم فيه مشاكل كبيرة ومش باش يرجع يخدم، لكن فاجأتونا الحقيقة كي نقولوا اليوم المعمل نجح في توفير الورق المخصص للكتاب المدرسي. كمام يعتبر إنجاز في ظل الصعوبات والظروف اللي مر بها الشركة هذيا. صحيح، يعطيك الصحة أولا على الاستضافة. هو الحقيقة كما تفضلتي قلتي كان فما العديد من الصعوبات، أهمها قدم المعدات الموجودة في الشركة، كيف كيف نعرف هو ضعف الإمكانيات، والأهم من هذا الكل اللي هو ضيق الوقت، خاطر احنا سنة معناها نجم نقول الكميات مقارنة بالسنة الفارطة هي أكثر. احنا اليوم كملنا إنتاج 5370 طن اللي هي طلبها المركز الوطني البيداغوجي، زودنا بها المطابع الخاصة عملنا 4200 طن. دونك في ظل الظروف هذه كل الحمد لله أن احنا استوفينا إنتاجها قبل انتهاء الأجل اللي هي 31 و 2024. قديش وفرنا اليوم؟ نعم، قديش وفرنا اليوم معناتها 5370 طن. 5370 طن هذه الاحتياجات نتاعنا نتاع الكتاب المدرسي هكا ولا لا؟ هذه تم معناها تزويد المطابع الخاصة، هي 6 مطابع خاصة تم تكليفها من قبل المركز الوطني البيداغوجي ليكونتخيل المطبعة التابعة للمركز. المطابع الخاصة تزودت يعني بكامل الكميات، وكذلك يعني المطبعة المركز يعني هي أونكو، خاطر هو يرفع الكميات المخصصة ليه بوسائل النقل نتاعه الخاصة. نحن الحمد لله معناها ثم إنجاز في ظل الظروف هذه، فما تحدي وهذا يؤكد معناها نيكي فما عزيمة وفما إرادة معناها وتكاتف الجهود ما تكون نتيجة كان باهي بقدرة الله. هي أول حاجة كانت بعثت الأمل في الشركة هي زيارة السيد رئيس لمقر الشركة في الفترة اللي معناها في شهر فيبري. ثم اللي هو بين وأكد من خلالها اللي هي الدولة راهي محافظة على المؤسسات العمومية ما فماش تفريط فيها، واللي فما دعم للشركات هذه من بينها من أهمها اللي جاية من أهم الشركات الوطنية هي الشركة الوطنية لعجين حلفاء ورق. دونك الحقيقة بعد ما تولينا إدارة الشركة دونك كانت فما خطة إنقاذ مناخ جديد، خدمنا في إطار فريق واحد عمل يعني وإطارات فنية وإدارية وإدارة عامة.
تمكنا والحمد لله من توفير الكميات اللي احنا انطلقنا في توزيعها بداية من شهر ماي. هذا بالنسبة للكتاب المدرسي 5370 طن، والكراس المدرسي المدعم انتوما تصنعوا له الورق ولا موش تبعكم؟ هو ما هو سنة هو في العادة معناها احنا النجم نصنعوا، خاطر الشركة الوحيدة اللي في تونس اللي قادرة على توفير نوعية الورق خصوصا مخصص للكتاب والكراس المدعم هي الشركة الوطنية لعجين حتى الورق. اثنان يعني قلت لك بصفة استثنائية، خاطر انطلقنا في الانتاج بصفة معناها متأخرة شوية، دونك خدينا كان الورق مخصص للكتاب المدرسي. باهي. إن شاء الله بداية من السنة. فوالا، وأنا باش نسألك اليوم هذا يفتح باب الأمل أنه الشركة معناتها تعاود تقف على ساقيها من جديد، وأنه العام الجاي معناتها نوفروا احتياجات نتاعنا سواء كتاب ولا كراس، معناتها ما نضطروش أنه باش نوردوا من الخارج. هذا هو، خاطر التوريد من الخارج تعرف هو يكبد الدولة ديجا معناها عملة صعبة. وهذا تأثيره حتى على الميزان التجاري، دونك هنا إن شاء الله إحنا عندنا فما دراسة نتاع إعادة هيكلة. يعني بصدد احنا تو على مستوى الشركه تقريبا استوفينا انجازها، ان شاء الله تعرض معناها في المستقبل على دار الملك الجزائري، ووقتها باش يكون بالحق المستقبل واعد للشركه بقدره الله. معناتها نتمنوا على مستقبل الشركه، ما عادش باش نسمعوا معناتها انه الشركه اغلقت وانه الانتاج توقف ان شاء الله. لا هوني قلت لك يعني هي تو معناها كي تتوفر ظروف العمل، وحتى اللي هي الحقيقه اثبتوها اعوان واطارات الشركه معناها الفتره الاخرانيه كان العمل تقريبا مش تقريبا مع كان العمل 24 ساعه على 24 وكامل ايام الاسبوع بما في ذلك ايام الاحد والعطل، يعني الكل كانوا كنا نخدموا نفس الكل، كان تسمى مجهودات اضافيه باش للاثبات انهم هما يعني شركه باعوانها واطاراتها قادره انهم هما يكونوا في المستوى المطلوب، دونك فقط تنقصنا يعني الاعتمادات باش نجموا ان شاء الله نواصلوا، في خاطر يعني السوق مفتوحه وسوق واعده هي للشركه حتى ابار صنع الورق المدعم، معناها نحن قادرين ان نصنع نوعيه نتاع الورق الرفيع اللي هو معناها يتباع في السوق واللي يتم استيراده. معناتها ان شاء الله نرجعوا الشركه تقف على ساقيها ونغطيوا كل احتياجاتنا اليوم في البلاد من الورق. هكا هذا اليوم الاوبجيكتيف نتاعكم معناتها. كافي هذاك الاوبجيكتيف ان شاء الله ونخدموا عليه احنا ديجا. ان شاء الله بالتوفيق. ليك ولكل العاملين في هذا المعمل، من نفرحوا برشا كي نسمعوا انه فما شركه وطنيه اليوم رغم الصعوبات وغيره، وانه قاعده اليوم تعمل في خطه انقاذ وقاعده تخدم وقاعده بطبيعه تدور في العجله الاقتصاديه حتى نربحوا العمله الصعبه. وتتذكروا السنوات الفارته قداش خسرنا عمله صعبه من توريد الورق المدرسي. شكرا لك سيده ساميه البريكي، رئيسه المديره العامه للشركه الوطنيه لعجين الحلفاء والورق بالقصرين. احنا واصلين معكم لقاءنا، اهلا سهلة بعد لقاء وزير السياحة بالغرفة. حبيت أذكركم رقم التليفون 31 328 330 باش تشاركوا معنا في موضوع الكلاب والقطط السائبة، شنو هي المقترحات اللي تقترحوها، شنو هي الحلول